خوتي الجزائريين في كل الولايات. ايث مثلنا جزائريين ديال مضيق. ايث ما جزائريين في كل الولايات وفي كل شبر من هذا الوطن الغالي. رانا هنا باش نحمو البلاد. الواجب يخلينا واقفين في كل شبر من تراب الوطن. واجبكم انتم خوتي هو البقاء في منازلكم. الواجب الاول تقيم مدك خامنون من اجل صحتكم وصحه الاخرين. ما تخرجوش الا للضروره القصوى. التزموا بتعليمات الوقايه من فيروس كورونا. خوتي ما تنسوش تحية تقدير واحترام لكل الطبيبات، لكل الأطباء والممرضين والممرضات وكل عمال قطاع الصحة. كلنا يد واحدة. كلنا يد واحدة. عشني كامل أفوز بفوز. كلنا يد واحدة من أجل مكافحة فيروس كورونا. ونسأل من الله العلي القدير أن يزيح هذه النائبة التي أصابت الشعب الجزائري. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.